هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب الرئيس السيسي عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار لشقيقة الإمارات واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان امتدادا لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وكان الرئيس السيسي قد تقدم بواجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وعدد من المسؤولين الإماراتيين. وخلال تواجدهم في قصر المشرف بأبو ظبي أعرب المسؤولون الإماراتيون عن خالص التعازي والمواساة لأبناء الفقيد وعموم آل نهيان الكرام وشعب دولة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد.